صباح الخيرات عن جديد. رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم. في أشخاص بمجرد ما أنه يحسوا أنه في نوع من الالتهابات فوراً بيروحوا من دون أي استشارة طبية وبيطلبوا دواء الالتهاب من أقرب صيدلية. بتخيل أنه كتار من اللي عم بيسمعوني هنن بيعملوا هذا الشيء. للأسف يعني منكم مصرين أنه أعطيني أتقل عيار، هذا أبو الخمسمية ما عم يمشي، أعطيني الأتقل منه. يعني رغم أنه قديش عم نشوف في دراسات كثيرة، في تحذيرات طبية كثيرة أنه هذا الشيء هو موضوع جداً يعني سيء للجسم، انعكاساته كلياتها عم تكون سلبية، ويمكن بكثير من الأوقات ممكن هو يضر بدل ما يفيد 100%. يعني هذا الموضوع للأسف هو مستمر، ولهيك اليوم نحن خصصنا فقرتنا الغذائية للحديث عن عامل ثاني ممكن يكون مساعد بمنظومة العلاج، وهو مضادات الالتهاب الطبيعية. يا ترى شو هي أنواعها وكيف فينا نستخدمها؟ رح نعرف كل هالتفاصيل مع اختصاصية التغذية دكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي معنا. يسعد صباحكم. يا أهلا وسهلا. صباح الخيرات دكتورة ثواب، أهلا وسهلا فيك. اشتقنا لك أول شيء. أنا كمان ننبسط كثير بس هيك يكون في حديث لنا معك، لأنه بناخذ الكثير من المعلومات بهذا الوقت، يمكن شوي بيكون قصير ولكن بيكون يعني زخ من المعلومات. قدمتك فيتامين سي اليوم. تسلمي لي. دكتورة بالبداية خبرينا، يعني أنا وقت بقول مضادات التهاب طبيعية، شو بقصد بهي الجملة؟ هلا الطبيعة ورب العالمين هادينا، يعني صيدلية مضادات التهاب طبيعية، مثل ما قلتي فعلا بأول المقدمة انه ايه عم نشتري لانه نحن ضامن، حط لي اكثر، يعني اعطيني تركيز اكثر. ما بتعرفي قديش مهم انه الانسان ينتبه على مضادات الالتهاب اللي بياخذها، لانه هو في عندك اياها تقريبا 2 كيلو جرام ببطنه بكتيريا، بالاضافه انه في بكتيريا ضاره بامعائه، في بكتيريا نافعه لتحافظ على شيء اسمه سلامه الجهاز الهضمي، في عنا بكتيريا بتحافظ على شيء اسمه تعقيم المجاري المخاطيه، المجاري التنفسيه، المجاري البوليه، التناسليه، صمغ الصماغ تبع مجرى الاذن في بكتيريا. يعني ما بتتخيلي انه هذا مدمر شامل اذا زودنا التركيز عن الدوس اللي هو لازم. يعني هذا دواء الالتهاب ما بينحط برا شنو ما كان، يعني الا اذا ما بعد ما يصير الحاله لازم فيها تدخل دوائي. فليش نحن ما نفوت اول شيء بالامور الطبيعيه، ومن ثم ونبين انه حتى بالصيدليه الطبيعه اللي الله عطينا اياها في انواع للادويه الالتهاب. تمام. يعني في اشياء وحنفوت بالسرعه، لانه اللي بهم المشاهد انه هذا لشو ياخذه، هذا لشو هذا، حتى ما نحول لهم اياه للحلقه لدرس علوم طبيعيه. 100%. رح نحكي عن انواع هي، خلينا نقول مضادات الالتهاب الطبيعيه. خبرينا دكتوره شو هي الاشياء الموجوده، مثل ما قلنا عن جد صيدليه الطبيعه موجود فيها كثير اشياء ممكن الواحد ياخذها ويستفيد منها بدون ما دغري يروح على الحل الاسرع. شو هي ابرز انواع هي المضادات الالتهاب الطبيعيه او الغذائيه اذا بدنا نسميها؟ طيب حنبلش بالجهاز التنفسي. اول ما الانسان يبلش يحك حلقه او هالامور هي كلياتها، نحن بالعاده بنعمل الاشياء هي اللي هي الليمون الساخن، الزنجبيل، كله هذا الشيء ظريف، لكن هذا الليمون والزنجبيل هي لا يوجد فيها مضادات التهاب قد ما هي عباره عن تنظيم مناعه. تماما. لكن وين اللي انا بقدر اني اقول مضاد الالتهاب الحل الحيوي الطبيعي هو ماده العكبر اللي بتعطيه النحله للمنتجات العسل تبعها حتى تحافظ عليه من بكتيريا الغابه او من بكتيريا المنطقه الطبيعيه اللي هي عاده فيه. تمام. فاول ما بيصير حكه حلق فورا مادتين هن اسمهم المنتول، سكره منتول مع ماده اللي عندك اياها العكبر، مص هي تعمل له مضاد التهاب حيوي لاول هجوم على منطقه الحلق. حلو. نزل الالتهاب بعيد الشر لمنطقه الحنجره ومنطقه المجاري التنفسيه، بهمنا نعمل عمليه التصاق قبل ما ينزل على الروايه والجهاز التنفسي. ماده تطحينه صعيمه لمضاد التهاب لكن هي ماده لاصقه، حنحكي هلا شوي كمان وقت المجاري البوليه شو يعني ماده لاصقه للبكتيريا والفيروس والجراثيم اللي ممكن تنزل تتجاوز الحلق لمنطقه الحنجره، وهذا بهم المذيعين والناس والاساتذه والمدرسين اللي بتستهلك صوتها صباحا. تماما. فهلا نحن بنيجي بنحكي ان الحلق المضاد الالتهاب الحيوي تبعه انه يكون في ماده العكبر وماده عندك اياها المنتول. نزلنا على منطقه المجاري التنفسي، بلشت الحكه ابني مثلا عندك ياس عليه ناشفه، حكه حلق جاف، هالقصص هي
عوارض الربو التحسسي الخفيف، انا بنصح اي انسان عنده ولد عنده ربو بخاخ ربو انه يجرب له ماده اللبان الذكر. اللبان الذكر رائع جدا كمضاد حيوي للمجاري التنفسي. شو هي هي الماده؟ هي الماده بتتاخذ من ماده عندك من عند العطارين، لكن هي ماده جدا رائعه، مضاد اكسده رائعه جدا، ممكن يكون بديل طبيعي عن بخاخات الكورتيزونات والالتهابات للمجاري التنفسي. هي الماده بتجي مثل كيف المس كان العلك كان اسمه اللبان بخور. ايوه إيه. لكن هي شديده المرار. هي بقى بدنا ذكاء بالتعامل معها، كيف ناخذها سخيف كيف بدنا نعطيه للولد بقى. هلا نحن بنقول اذا كان عنده اياها الام طحنتها تماما بالخلاط صارت باودر تمام، وقرصتها هيك دعبلتها مع شويه ماء تماما بتصير صغيره جدا، يعني ممكن يبلعها الولد بشكل هالطريقه هي، او تخلط له اياها مع الزعتر. الزعتر عندك اياها بيروح شوي الطعم المر فيها مع شوي زيت وزعتر بتنبلع اللقمه. بس هي الماده رهيبه للجهاز التنفسي، هي لاي التهابات، اي التهابات للجهاز التنفسي، ورح نستخدمها بمكان ثاني عندنا يا هلا. نيجي لشيء اسمه التهابات الجهاز البولي. افظع اتقل دواء التهاب بمر على جسم الانسان وبيعرفه الدكاتره البوليه، لانه منطقه هي القاء سموم وجراثيم وهالقصص هي كلياتها وتعرضها للالتهاب كثير شديد عالي. اللي بيعرض الانسان لادويه الالتهاب العاليه هي التهابات المجاري البوليه. ببلش الدكتور ينقله من كورس التهاب لكورس التهاب، وبيصير الامر يعني غير مجدي، غير اني انا بس فقط عم دمر على المستعمرات البكتيريه النافعه بجسمي. فهون في حال التصاقات التهاب مجاري الجهاز البولي، احسن ماده له هو توت البري. التوت البري مو مضاد التهاب، لكن يمنع التصاق السلالات القويه للجراثيم بمجاري البوليه. فهذا رائع جدا. ننتقل كمان، في كمان ماده اسمها المسواك. المسواك كمان رائع جدا جدا لالتهابات المجاري البوليه وللمجاري المنطقه المستقيم، يعني كمان اذا كان في فطور بكتيريا تبع الديدان والهدول الحرقص والهي الامور هي للمستقيم، حتى ما يتحول لا سمح الله التهابات قويه هون، والتهابات الشرج كثير فظيعه ومزعجه جدا. فبنقول المسواك وقلنا التوت البري. هذا التوت البري فيه منه مكملات غذائيه، وفي عنا كمان شيء اسمه مغاطس البابونج. مغاطس البابونج رائعة جدا، وهلأ في مادة نبات اسمه الخبيزة، مغاطس الخبيزة للالتهابات النسائية. والمسواك من أروع مضادات الالتهاب للمجاري البولية والتناسلية عند الإناث، طيب، وخاصة المجاري المهبلية. تمام. هلأ منتقل لالتهابات الجهاز الهضمي، مشاكل مغص الجهاز الهضمي. نحن بنعرف نحن كتير في الأقوى شيء طبيعي بالجهاز الهضمي إذا تعرضت لمغص أو ل اسمه ديدان أمعاء والسكارسي أو الهدولي، أول قبل ما تفوت الفلاجينات، وهي طبعا مع احترامي لكل هالأدوية هي، قبل ما شيء تحط ماء الرز. الرز بينغلى وبيتصفى وبينحط المي معه مع جنب، بتاخده فنجان يوميا، أقوى مضاد التهاب للجهاز الهضمي، رائع جدا للجهاز الهضمي وبيحسن توازن الفلورا. كمان لبان الذكر من أروع ما يمكن لالتهابات الجهاز الهضمي، بيرجع بيوازن فلورة الأمعاء. برجع بقول لك اللبان الذكر استخداماته عديدة، وحتى هذا من المواد اللي بينشط الكولاجين باصطناع جسم الإنسان، يعني تلاقيه سحر، يعني تحسيه إنه فعلا مادة رائعة جدا، وين ما حطيتيها هي نافعة. تمام. وحتى بيعمل انتظام مناعة، مو تهيج مناعة أو تثبيط مناعة، فهذا هو قوته. فمنقول ماء الرز واللبان الذكر، والناس اللي عندها حرقة أساسا من أقوى مضادات الالتهاب بالعالم هو السوس اللي عنده هالمشكلة. إذا كان عنده ضغط بينتقل لمادة اسمها المسكة مع لبان الذكر، بتروح له الحرقة والتهاب جدار المعدة وجدار المريء. فهي الأشياء هي بالنسبة لنا صعيب يمكن استعرضناها سريعا، بس يعني صيدلية، يعني هاي الأشياء العقبة لازم يكون ببيتي، لازم يكون شوية لبان بالبيت، لازم يكون شوية مسواك. كمان المسواك لالتهابات اللثه رائعه جدا، المضمضه بالمسواك رائعه مع الميرميه رائعه جدا. هي ما بتلاقي انه فات دواء التهاب على جسمي،
لانه دواء الالتهاب بيحارب شيء اسمه النافع والضار سواء. تماما هذا هو. طيب دكتوره سواب معلش لو هيك نعطي شويه تفاصيل اكثر، قديش كميه استخدامهم او كم مره انا ممكن مثلا العكبر بنلاقي انه في كثير اشخاص بيسمعوا هاي المعلومه بصير انا بونبون هو يلا على الرايحه والجاي انا باخذ عكبر، ممكن يضر اذا انا كثرت منه او لا؟ في جرعات وقائيه، في جرعات اذا هاجمني شيء يعني. هلا نحن بنقول حتى البونبون هذا على الخفيف انا بفضل انه يجيبوا العكبر من مكان في عنده عسل مصدر يعني يعرف يتاكد. هي هاي مثلا مثل ما قلتي البونبونه ممكن نحطها بتم الولد وهو طالع على المدرسه وقايم مشان ما ينعدم رفيقه، لكن اذا قال لك حس بحكه لا بدي معلقه عكبر، ماده هدول المنتولات اللي هي ما تشرب السكاكر اساسا موجوده سكاكر بالصيدليات، بس هي الماده بتفتح الحلق بتفتح هي مع ماده العكبر يعني ممكن تحميه من قريبه، هي القريبه ممكن تنتقل لرفقاته، هدول رفقاته ممكن تقولوا لمعلمته، انت ما بتتخيلي اذا فات القريبه على البيت وما في مناعه صح وما في تدفئه صح شو بيصير بالهي؟ ممكن تتدمر اسره اسبوع كامل. صحيح ويعني هذا عم يصير بهالاوقات يعني للاسف. فهي الاشياء سريعه العدوى بسكره واحده او بمعلقه واحده انا رغرغ الحلق تبع لك، حتى انا على سبيل الهي انك تتعطلي عن عملك وعن شغلك وعن دراستك لمجرد انه انا فيني اشتغل شغله بسيطه. في شيء نحن بهي المواد جرعات وقائيه وفي جرعات علاجيه. تمام. في شيء بيهاجم يعني مثلا تلاقي حدا هلا في مثلا واحد مو غلط يعني تعمل الانثى مثلا مغطس بالبابونج وماء الخبيزه مره واحده بالاسبوع، لا سمح الله صار في التهاب قوي ما عاد صفي بكفي مغطس البابونج والخبيزه، بس هذا شيء وقائي بيكون. ايه معلقه سف ماده مسواك تفوت على الجسم تحارب من جوا المجاري البوليه والتناسليه شو صار فيها التهاب. فهلا انا هاي الفكره انه في اشياء ممكن اني انا ظبطها بشيء بسيط الخفيف ومن الوصفه. يعني في واحد مثلا تلاقي انه عنده عم كل شوي شوي عنده مشاكل امعاء مشاكل كولون مشاكل امعاء عم ياخذ دواء التهاب ورا دواء التهاب ما تصفي بكتيريا نافعه، فبيصير هذا المغص والتلبك المعوي والامعاء الغليظه والمنطقه الكولون اذا انزعجت بتاثر حتى على المزاج والتركيز وحتى بتاثر على المفاصل. يعني هي اشياء ما بيستهان فيها على المدى البعيد بتاثر على كل حياته للشخص. طيب دكتوره خلينا هون نوضح شغله، في كثير اشخاص اليوم مثل ما قلنا بالمقدمه بيروحوا على الصيدليه بياخذوا هذا الدواء الالتهاب لانه هو بيكون ما بده يمرض او هو بده يصح على السريع، بده الدواء اللي هو انا خلص باخذ هي مثلا ثلاث حبات انا خلال ثلاث ايام بيكون رايح الالتهاب وراجع مثلا على شغلي. طيب قديش خلينا نقول مضادات الالتهاب الطبيعيه او الغذائيه اللي ذكرناها هي ممكن يكون مفعوله سريع، عم نحكي بالحالات العلاجيه مو بالحالات الوقائيه، هل بيكون فعلا مفعوله سريع او الواحد بيلاقي نتيجه سريعه او لا؟ على فكره المضادات الحيويه تبع المستحضرات الطبيعيه هي اسرع من تبع لاحظي هي هي الفكره المبروطه هون عن هي الفكره الاساسيه احكي انا مو يعني انا هون عم اقول انه انا بتمشي مو مع ضد وصفه الطبيب وهي اطلاقا لا، لكن مو اول شيء تروح على دواء الالتهاب وحتى دواء الالتهاب بده وصفه طبيب، يعني مو انت تتالف لانه مضادات دواء الالتهاب مثلا مثل زمر معينه هي بياخذوا ما بيعرفوا مثلا دواء التهاب مشهور معين هذا باخذه لهذا لك في زمر هاي الزمرة ما بتتاخد مع هذا الزمرة ما بتتاخد مع هذا، بده دكتور طبيب يختص حسب شو صاير، شو ممكن يهاجم زمر الحلق، شو ممكن يهاجم الجهاز البولي، له سلالات بيوصل لمرحلة الإبر، يعني هلا الفكرة الأساسية بيصير حتى الإكسار من هذا الشيء على المدى البعيد حتى تجاوبه مع الدواء الالتهاب الصيدلاني ما عاد بيصير، لأنه البيوض تبع السلالة اللي بعدها بتصير عندها مناعة أكثر بتصير شرسة أكثر، لذلك نحن من أحد علاجنا بهالقصص إنه نمنع التصاق هاي البكتيريا أو الجرثومة أو الفيروس بهالقرنة. هلا نحن توت العلاق شو بنقول التوت البري؟ ما له علاقة بأدوية الالتهاب لكن بيمنع السلالات تلتصق على الحوالب، بيمنع السلالة تلتصق على المجرى البولي، فهذا ما عاد بقى تقدر تعمر وتعمل تكاسل وتعمل هي، فعيارها فترة معينة ومشيت. الطحينة نفس الشيء بتعمل التصاق، فإذا التصاق مثل كيف بدي أقول لك بدك في شيء بحارب إنه بالانزلاق في شيء بيحارب بالالتصاق. فهذا هي الفكرة إنه قد يجوز أنا أحمي حالي بشغلة بسيطة ما قدرت تتطور ما لقيت فائدة بالمضاد الالتهاب الحيوي الطبيعي روح بقى على استشارة طبيبك وفوت، أما فوراً فوت على هذا الدواء الالتهاب مشكلة كبيرة.
صحيح. روح بقى لعند طبيبك واستشيره، مو روح على الصيدلاني وقول له اعطيني حبه تبع ال 500. نحن هي المنتشره للاسف، يعني من يومين كان معنا دكتور زياد زوده وقال نحن للاسف يعني ما بنقدر قيمه انه بلادنا بتعطينا الدواء اللي بدنا اياه بالوقت اللي بدنا اياه، مثل برا بيموتوا بعيش. في سبب، في سبب. ليش 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 عم بيروحوا على الصيدلي؟ لانه نحن فعلا بالعالم الطب فالانتظار واخذ الموعد واخذ التكلفه والهالامور هاي ما اجت عن عبس. وكمان كمان في سبب انا بنبسط فيه، انا يعني صيادلتنا فهمانه ما شاء الله، يعطون الف عافيه. بس هذا مو يعني انه نروحوا عند الصيدلي، يعني انا مو مع هاي الفكره، انا مع 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 يعني فكره يعني اعطي الخباز فورا نطلع عند اطلع عند الدكتور تماما. بس اجمالا في سبب ليش انتشرت هالفكره. صحيح 100%. شكرا كثير دكتوره، يعطيك الف عافيه دكتوره، وشكرا على هاي المعلومات اللي دائما بتقدمي لنا اياها. وانا يعني مره ذكرتي قصه العكبر مرتين، كنت رح اجرب وجربت قصه العكبر وعن جد حلت القصه، فمشكوره دكتوره. شكرا كثير لك، شرفتينا، اهلا وسهلا فيكي. وانا احنا وياكم مشاهدينا لعند الشيف تهامه لنبدا باكلاتنا.